أما الآن أمل سنذهب إلى شروق، نعم ومعها طبعا دكتور عادل سجواني استشاري طب أسرة، وهو محور الصحة طبعا، نعم محور في كل بارز جائحة من كوفيد. محاور القمة الثمانية. إليك شروق. نعم أرحب بكم من أرجاء القمة العالمية للحكومات في ثاني أيام أعمالها، وطبعا بلا شك هذه القمة التي تشهد بشكل مستمر حضور أغلب الشخصيات أو أبرز الشخصيات المجتمعية التي تحرص على حضور هذه الجلسات للاستفادة من خبرات المتحدثين العالميين. أحد هذه الشخصيات هو الدكتور عادل سجواني استشاري طب أسرة الذي يحضر اليوم ويتواجد ليشهد مجموعة من الجلسات المتواجدة. دكتور أفدنا ببعض الجلسات التي قمت بحضورها اليوم وكمية الاستفادة التي استفدتها من هذه الجلسات. طبعا تتميز إمارة دبي ودولة الإمارات بالقمة العالمية للحكومات اللي موجودة هالسنة في إكسبو، اللي تجمع كل يعني مسؤولين دول العالم في هذا المكان الجميل في إكسبو للمناقشة في الأمور المتعلقة بالمستقبل ومستقبل الحكومات وغيرها. الجلسات كانت متنوعة اليوم، بين الجلسة اللي أعطاها سمو الشيخ منصور بن زايد الله يحفظه يتكلم على قطاع الصناعة وكيف أن قطاع الصناعة تطوره نوعا ما بطيء، لكن نحتاج أن نستثمر فيه بشكل أفضل لدعم الصناعة في الإمارات. لدينا الحمد لله الحين وزير للصناعة في الإمارات، المشوار قدامنا طويل لكن ممتع جدا، ولازم نستثمر في قطاع الصناعة بشكل جيد. وبعدين لما انتقلنا للندوة الصحية والمنتدى الصحي تكلمنا عن دعم القطاع الصحي، كيف استثمرنا الجائحة الأخيرة وكيف نحن حتى في قطاع الصناعة دخلنا القطاع الصحي وبدينا نصنع الكمامات والفاكسين واللقاحات. ففعلا نحن استغلينا الفرصة في جائحة كورونا، لكن لازم نكمل المشوار، لازم ما نخلي ان نوقف عن هذا الباب، نكمل في الجانب الاقتصادي في الجانب الصحي في الجانب الصناعي عشان نكون مميزين إن شاء الله مثل ما تعودنا في دبي. دكتور ربما نتطرق أيضا إلى كونك أحد الشخصيات البارزة في المجال الصحي، لديك العديد من الاستشارات التي تقوم بها بين فترة وأخرى، ما هي أهمية وجود مثل هذه الندوات خاصة وأننا نتحدث عن جلسات بمتحدثين عالميين؟ ما هي الإضافة التي تضيفها لكل ضيوف القمة؟ طبعا مثلا على المجال الصحي الطبيب يشوف الناس ويعالج ويصرف أدوية، لكن ليس هذا هو الطب وليس هذا هو الاقتصاد. العالم قرية صغيرة، وجود مثل هذه القمم اللي تجمع رؤساء الحكومات في العالم وتجمع المسؤولين تساهم في نقل المعرفة، تساهم أن الطبيب يشوف القطاع الصحي الصناعي، الصناعي يشوف القطاع الطبي الاقتصادي التجاري وغيرها، فهذا الشيء يساهم في تنمية البلاد، تنمية العالم، تقليل الفقر، نشر الاقتصاد على مستوى العالم بشكل جيد. فباختصار هذه القمة مهمة جدا وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد العالمي، وتساهم كذلك في تنمية الشاب المواطن والشاب المواطنة في الدولة، لأن الشاب من هو أصغر في العمر يوم يتعرف على هذه المعلومات وعلى هذه الثقافة ويشوف جهود الحكومات وجهود خاصة القيادة في الدولة يعرف بعدين شو خطة المستقبلية وكيف يقدر يفيد بلاده بشكل أفضل. ربما أضيف سؤال أخير دكتور، مستمتعين بهذا الحوار لكن ربما نشير إلى ما هي التطلعات التي تتمنى أن تتواجد في القمة للنسخ القادمة بإذن الله؟ أنا أتمنى سيدي صاحب سمو الشيخ منصور قال أن قطاع الصناعة نوعا ما آخر 10 سنين كان نموه 1% فقط، فأنا أتمنى في القمة الثانية نقفز قفزة كبيرة في هذا المجال وخاصة في المجال الصحي، لأن مثل ما شفنا الحين في الجائحة الأخيرة من ملك الصحة ملك السياسة والعالم والاقتصاد والصناعة. فأنا أتمنى في القمة الجاية صاحب سمو الشيخ منصور يقول أن الصناعة نقزت خلال السنة هذه بشكل أفضل وخاصة في القطاع الصحي، وأتمنى إن شاء الله نكون معاكم بعد. لله شكرا لك دكتور عادل سجواني استشاري طب أسرة. بهذا الحوار الجميل نختم لقائنا، ولكن ربما نشير إلى أن القمة العالمية للحكومات كما قال الدكتور هي نقطة وصل بين مختلف أفراد المجتمع الذين يأتون ليتعرفوا على الجوانب الأخرى من الحياة. ربما الشخص يكون منشغل بمهامه وبمجال معين، ولكن من خلال القمة العالمية للحكومات يتسع نظره. ربما هنا من القمة العالمية للحكومات أعود إليكم زملائي مرة أخرى إلى الاستوديو.